السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سلوى المطيري. أنا جتني رسالة شوي غريبة، واحد تاجر قال لي إنه يبي على حسب كلامه عبده وجارية، وإنه ما راح يقصر وهذا، وإنه بالإسلام محلل هذا الشيء. صحيح كلامه، هو الريال ما كذب. فموضوعه ذكرني موضوع قديم، يعني موضوع هذا قبل سنتين يمكن. كنت أعمل مع شخص، هذا الشخص يعني ما شاء الله لساته شباب، فشنو كان كثير يعني يعرف نساء، فكنت يعني مشفقة لوضعه وكذلك مخلصة لعملي. فسبحان الله يعني سنحت لي الفرصة إني ظروف إني أزور مكة. فلما زرت مكة طرأ علي هو يعني على وضعه وهذا، لأن يعني يعني المهم، فدقيت على المفتين في مكة، فقلت لهم عن وجهت سؤال عن يختص فيه، قلت انه عنده حلال وعنده خير ويعني يحب النساء. فقلت شنو قانون الجواري؟ فقالوا قانون الجواري، يعني قال المفتي قانون الجواري ان لازم تكون دولة مسلمة غازية، دولة مسيحية، او دولة غير ليست على دين الاسلامي، واسرى، يعني لازم يكون اسرى حرب. يعني قلت هل هو حرام؟ قال لا، بالدين مو حرام، الجواري ليس بالدين حرام، بالعكس الجارية قانونها غير عن قانون الحرة. الحرة عورتها جسمك كلها الا وجهها ويدها، اما الجارية من السرة وتحت، يعني تختلف عن جدا عن الحرة، والحرة لازم بعقد زواج، وهذا الجارية لا، فقط يشتريها وخلاص، كأنها يعني تزوجها، فتختلف الجارية عن الحرة. طبعا هم كذلك هنا بالكويت سألت ناس مختصين متدينين وهذا، فقالوا لي يعني قالوا لي صح، مشكلة استغفر الله يا ربي الرجل الملتزم أو الرجل على دين، يعني مو إلا ملتزم حيل، يعني كل رجل سوي بدينه يعني ويكون عنده خير، الحل الوحيد إنه لازم يكون عنده يعني إذا لا يريد أن يأتي نساء بالحرام، يعني إذا كان يعني مبتلى بالفتنة، إنه يعني هذا هو الموضوع، إنه يعني يشتري جواري. فأنا يعني شايفة إنه يعني يا ريت بالكويت يسن قانون ويعني لهذه الفئة، فئة الناس يعني الجواري. وأنا كذلك بالكويت شفت حالة إن واحدة يعني من دولة، يعني إن شاء الله هذه ما أشبهها بأنها جارية، بس مرت عليها هذه الحالة إن أهلها تخلوا عنها وهذا، فراحت سكنت عند واحدة واحدة كويتية، فيعني كانت تطبخ له وكانت تقوم بأعمال البيت وتساعدها. فأنا نظرت إليها يعني قلت سبحان الله، وضعها كأنه وضع الجارية، فهي تقول مو أحسن أبات بالشارع أو إني أمشي بالحرام، الله الحمد لله يعني قاعدة ببيت وهذا مستورة، لأن أهلها تخلوا عنها والله يستر علينا عليها. فيعني استغفر الله عما يغضب وجه الله. أنا صراحة أتمنى أن يسنون قانون لهذه الفئة ويفتحون يعني الباب لهذا، مثل ما فتحوا باب الخدم المكاتب وهذا، يفتحون باب الجواري ويسنون قانون صحيح. يعني إحنا ما نبي عيالنا يعني يضعون بالهاوية، استغفر الله يا ربي، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، بالزنا والقاذورات هذه. وإن شاء الله يا ربي يا كريم خير. وأنا الصراحة أنا الدول اللي أشوف إنها يعني مثل الشيشان اللي هي بينها حرب وبين دولة ثانية، أكيد في أسرة، فروحوا اشتروا هذول الأسرة، يعني مو أفضل يذبحهم ويجوا هناك؟ روحوا اشتروهم وش اسمه شغلوا هذا وبيعوهم على هني التجار بالكويت، أحسن من التجار يقعون بالحرام. فما فيها شيء، أنا شايفة ما فيها شيء. أكبر مثل بأن كان عنده كثير من الجواري هارون رشيد، لما توفى وجدوا عنده 2000 جارية، فمو عيب ولا وكان عنده زوجة واحدة فقط،
فمو عيب ولا حرام، يعني شريعتنا محلة الشيء هذا، والحمد لله الكويت يعني فيها كثير من التجار واللي ملتزمين، وأتمنى الكويت للأفضل إن شاء الله.